بالمناسبه ديال رمضان وبمناسبه انا راه زادت عندي واحد البنيه غير برومو في المطلع في المطلبين تبارك الله عليك شحال تبقى هذه اختي غنخليها لك كدير 280 درهم اها غادي نخليها 230 تبارك الله لاموس راه ماشي روسو لاموس لاموس تبارك الله عليك شوف شوف تبارك الله يعني ما طلطوها وديها معايا مثلا حطيت هنا جوج ونص جوج ونص جوج مترو جوج فرماجات اللي كتكون فيهم متر ونص هنا ومتر ونص هي ثلاثه وخدمتي لهم بالصالون ديال الباستا ديال الباستا وكنت كنقول لكم دائما راه غيكون واحد الجديد كندير لكم واحد النوبده اللي هو البونج معطر بارفيمي اللي كيكون عند الكوان هنايا مثلا اللور راه الطرف اللي تنقطعو منها راه غير تيتلاح انا ما تيبقى صالح الوالد فهمتك داكشي علاش كتحسب بمتر ونص متابعي قناه اسوس ويد منى اهلا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون خاص بالناس اللي كانوا كيتسناو برومو في البونج انا دابا غادي عند الاخ مصطفى بديت لكم بالنعت غنمشيو باش نتعرفوا على الجديد وبرومو رمضان في بونج الصالون والماطلات هنا كيف ما كيبان لكم حنا متواجدين في منطقه اناسي بالدار البيضاء هذا هو الجامع ديال الكوشي اللي خلينا على ايدنا اليمين كاينه مازال قدام الكوميساريه الكبيره ديال اناسي غادي تبان لكم على اليسار كنحاول نعطيكم لي بوين دو ريبير اللي معروفين هنا القدام غادي يبان لكم باللون الاحمر مختبر التحليلات الطبيه وغادي يبان لكم والمحل راه كيجي مقابل مع مدرسه المسيره الخضراء هادو هما لي بوين دو ريبير باش معروف الفرع ديال اناسي ديال بونج الابطال بالنسبه للفيديو ان شاء الله ما غيكونش فيها غير البرومو ديال رمضان غتكون فيها معلومات كثيره واجوبه على التساؤلات اللي كتخليو ليا في التعاليق واللي غنجاوبو عليهم مع سي مصطفى الارقام باش تواصلوا معهم راه غتظهر لكم على الشاشه ما تبخلوش علينا تشجيعنا بجيم وبارطاج وفرجه ممتعه وغادي نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله من قبل غادي نرحبوا بالسي مصطفى راه ولا غني عن التعريف دابا لاباس عليك اسي مصطفى بخير تبارك الله عليك الزياره اللي درتي لينا العفو العفو سي مصطفى اليوم ان شاء الله جيت عند سي مصطفى على قبل جوج ديال الحوايج اول حاجه شي حاجه ديالي مع الدار غيصاوب لماما المهم انا غنوريكم شنو غيصاوب ليها وثاني حاجه على البرومو ديال رمضان غتكون برومو خاصه بشهر رمضان الناس اللي بغاو يستافدوا غتكون قلتي ليا في البونج وغتكون حتى في الماطله تبارك الله يعني بالنسبه للبرومو ان شاء الله قلتي لي غادي تسالي في 23 فبراير 2024 ومره اخرى الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب بالمجان فابور يعني ما كتخلصوش الثمن ديال لا ليفغيزون اللي ممكن يوصل حتى ل 500 درهم حتى ل 1000 درهم بعض المرات كيكونوا يعني مدن بعاد ممكن ترونسبور يطلب لك حتى 1500 درهم نتوما بونج الابطال تنوصلوا لك العلمك فوالا فابور ما كتخلصوش الثمن ديال لا ليفغيزون كيف ما سبق وذكر جيت ان شاء الله في هذا لا فيديو غنصور لكم البرومو وغادي نوريكم حتى واحد لاستيس بالنسبه للناس اللي بغاو مثلا ما يتزرفوش في البونج بحال دابا كيف ما سبق وذكرت انا ماما خدات عنده الصالون اش من صالون خدات ماما خدات قلتي لي القاسح بالنسبه للصالون فوالا ولكن بالنسبه للفوتوي هي بغات تاخذ عنده البونج وتديه للطابيسي غيصاوب لها به فوتوي اشنا هو البونج اللي نصحتيها به نصحتها بالاش اير 35 الاش اير 35 اللي هو هذا اللي هو هذا فوالا علاش نصحتيها بهذا يعني هي ما باغاش شي حاجه اللي قاسحه يعني الصالون رختات لي يعني اللي كشي اللي يعني شي حاجه اللي الصالون المغربي اللي كيبغوا فوالا كيبغوا شي حاجه قاسحه مزيانه وتجي في الجلسه زوينه هي كتجلس في السيجور بغات شي حاجه طبق فوالا نصحتها بهذا انا كانت قالت لي تاع على هذه القضيه ديال كليك كلاك انا ماما باقي ما تلاقيت معاه مشى عند السي مصطفى وخذ لها العبار وكل شيء ولكن باقي ما تلاقيتش معاه مي كانت قالت لي بغات دير كليك كلاك على حساب اللي بغيبات بحال اللي ولي ناموسيه يمكن داكشي علاش اختارت داكشي على حساب الطابيسي كيفاش غادي تفهمي وياه المهم انا راه نصحتها بالبونج اللي غادي يعني يعني حتى شي واحد الا بغيبات مثلا هذا رطب نعاس والكلاس وكل شيء تبارك الله عليك المهم هو هذا حتى الناس مثلا اللي بغاو مثلا يصاوبوا مثلا دي فوتوي وبغاو مثلا ياخذوا مثلا بونج اللي ما غاديش يحشمهم اللي غيبقى معاهم فتره طويله كتنصحهم نتايا بالاش ار 35 اللي بغى شي حاجه رطبه مثلا الناس بغاو شي حاجه قاسحه غياخذوا غياخذوا 33 فوالا غير على حسب كل شخص وشنو كيفضل ياك بالنسبه لك نهضر بالنسبه دابا اللي طابيسي ياخذ يا اما 33 توب يعني بغا هو مغلفه ولا ما مغلفاش يعني 33 غير على البونج غير على البونج غير على البونج مثلا اللي بغات مثلا شي حال جلسه رطبه واللي جا عندها مثلا يبات بحال كي دارت ماما غتاخذ هذا الاش ار واللي كيبغي شي حاجه قاسحه واللي بغات شي حاجه قاسحه غتاخذ 33 33 هو اللي خدات انا ماما للصالون خمسه الابطال مطبوعه فيها خمسه لوغوات ديال الابطال شتي الناس اللي بغاو ياخذوا هكا دي فوتوي ولا بغاو يصاوبوا دي فوتوي نوريكم البونج اللي تقدروا تخدموا به لان ممكن تمشي عند سي طابيسي انتي تفرض عليه البونج اللي بغيتي ياك السي مصطفى تقولي لي انا بغيت مثلا نخدم بهذا البونج كاين اللي دابا تيبغي البونج طب وكاين اللي عاوتاني واحد باش نشرحوا له واحد القضيه بالنسبه للناس ما كاين اللي ما فاهمش في البونج كاين الناس اللي كيقلب البونج كيلقى رطب كيصعبوا راه ناقص في الكاليتي ولا بالعكس الاش ار البونج قد ما تزاد في الكاليتي كيزيد في الرطوبيه تبارك الله كيولي يعني كتجلس كتحس براسك يعني كيشد لك لا فورم ديالك
تبارك الله. وسورتو هي ماما قالت لي بغات دير الفوتوي تقدر بغات ديرو اللي كيولي ناموسيه بحال ستيل كلي كلاك، يعني مثلا هاد الاشعير تنلاس اللي بغاو يباتوا فوق منه مثلا بارد مرتاح مرتاح فوالا تبارك الله عليك. المقاصح مو يعني شي حاجه اللي تمشي لك على حساب الوزن ديالك، ولكن مثلا جا شخص اخر بغى مثلا الفوتوي بغى الجلسه تكون قاصحه غيتبدل بونج غيتبدل ياخذ 33 تبارك الله عليك. يعني على حسب على حسب الاختيار ديال الزبون ياخذ ديما 33 باسطه بلا بياس او 33 بغى شي حاجه قاصحه عاوتاني كياخذ 33 بيضه كلها بيضه. يعني هاد الانواع ديال البونج كاملين ممكن يستعملوا في لي فوتوي ممكن يستعملوا ممكن فوالا اشعير زايد يعني فوالا في يعني في لو كونفور كيف ما غنقولوا في الراحه اكثر هو هذا تبارك الله عليك. المهم راه كتفرج فيا وكتسمع المهم هذا هو البونج ان شاء الله اللي غادي تاخذ كيف ما سبق وذكرت هي بغات الجلسه تكون مريحه تكون رطبه تكون يعني مرتاحه في الجلوس. وايضا حتى الا جا شي واحد بغات دير لي داك لو ستيل كلي كلاك يعني ملي غادي يولي هذيك الفوتوي غادي يولي ناموسيه حتى اللي نعس ينعس مرتاح بحال يدير ماطله. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو غنشوفوا ان شاء الله البرومو وغادي نشوفوا لي بري باذن الله غيكونوا اثمنه جد مناسبه. مباشره غادي نمشيو للتساؤلات ديال بعض المتابعات. حنا هنايا راه كيف ما كيبان لكم وجدنا دي شونتيون غنبداو بالماطله ديال لي بيبي. مرحبا. ها هما الناس اللي كانوا كيسولوني واش سي مصطفى عنده الماطله بوغ بيبي راه كاينه متوفره ها هي. شنو هي الخصائص ديالها باش كتميز هذه الماطله؟ الماطله فيها الاش ار اش ار يعني رطبه فوالا حتى اللي بيبي حتى هو كتكون خصو يكون مرتاح مرتاح تماما يعني مقاسها ما شوفوا معايا الماطله تبارك الله عليك. وبالنسبه للسخونيه ولا هذا لا بارده ما كاينش شي فوالا يعني ما تيسخنش فيها البيبي بزاف لا مزيان تبارك الله عليك غير ليزار صافي يعني في فوالا. هما الاحسن هادو ديروا لهم داك الكاش ماطله اللي تيكون بلاستيفي راه كنوريكم دائما فين كيتباعوا. خذوا من عند ياسين اللي كنت وريتهم لكم اها هذه اللي كتهوى منها يعني تاهي فيها تاهي فيها هي انا غنوريها لكم شتو اكتوبر هذا راه داير منفس ماشي بحال هذا تبارك الله عليك. يعني هنا مخدوم بثوب وهنا كاين واحد الثوب سبيسيال كيخلي الماطله انها تهوى تبارك الله عليك. بالنسبه كاين ناس مثلا اللي غيسولوني على واش فيهم العبارات ونورمالمون الكونه اللي كنعرف انا فوالا تبارك الله عليك ديال الكونه ديال الستوندار. وكاين اللي كيكون مثلا واخا تجيب كونه من برا مثلا ولا اها نوجه نحضروا عليه يعني يعني تقدروا مثلا تخدموا عليه هنا في المحل شوف كوموند هنا في المحل تبارك الله عليك. دابا هذه لي ستوندار شحال فيها في العبار ديالها؟ متر 20 على 60 متر 20 على 60 بالي تما كاتبين فيها حتى اونتي اليرجيك اونتي باكتيري يعني فيها الخصائص كاملين يعني مضاده للحساسيه مضاده للباكتيري تبارك الله عليك. لي زكاريا حتى هما. وبالنسبه للثمن ديالها شحال تبقى؟ تما نختمونا هذا بالمناسبه ديال رمضان وبمناسبه انا راه زادت عندي واحد البنيه راه غادي ندير الناس تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يجعلها ان شاء الله زياده في الاسلام مبروك عليك زياده يلا اكتبوا لي في التعليق مبروك زياده. داكشي اش درتي لهم برومو في الماطله؟ ندير لهم برومو في الماطله في الماطلبين تبارك الله عليك. شحال غتبقى؟ هذه اختي غنخليها لك كدير 280 درهم اها غادي نخليها 230 تبارك الله عليك. ماطله كامله ماطله كامله ماطله كامله ها انتم بوغ بيبي دابا بمناسبه الزياده ديال البنوته ديال سي مصطفى الله يخليها ليه ان شاء الله تعالى غتبقى لكم ب 230 درهم في العوض ديال 280 ان شاء الله. وشحال تبقى هاد البروم؟ حتى هي بحال بحال بروموت رمضان ماشي مشكل نخليوها هذه خليها ديما يخليها شويه يخليها طويله على الاخرى خليها حتى للعيد تبارك الله على سي مصطفى تبارك الله عليك. اختمونا بالنسبه سولتيني على الفرماجات فوالا الفرماجات هما كاينين حيت ديك المره كنا جاوبنا على السؤال ديال كيفاش كتحسب ولكن ما كانش معنا فرماجه دابا غنوريها لكم كيفاش كتجي دايره. ها هي كتجي ستوندار هاي دابا هذه ستوندار كتكون متر على متر ولا 90 على 90 فوالا هذه كتحسب مثلا مترونس ديما كتحسب مترونس الناس دابا تيسولوك يقول لك لا راه فيها مثلا غير متر يعني راه متر راه كاري ماشي يعني بحال 60 مثلا دابا الناس كيبغيو يسولوك يقول علاش كتحسب لي انا شنو تحسب لي ميترونس وهي راه صغيره مثلا هي مثلا تاخذ بوان يكون فيها مثلا متر متر كار هي بحال كيف ما كيبان لكم كتجي كار يعني كتجي كبر من العبار ديال السداري هي كتجي كبر من العبار ديال البونجه الكبيره عاد زائد كيشيط من الشوت الشوت غير كيتلاح فهمتك مثلا بحال اللي كيكون عند الكوان هنايا مثلا اللور راه الطرف اللي تنقطعو منها راه غير تيتلاح راه ما تيبقى صالح للوالد فهمتك داكشي علاش كتحسب بمتر ونص مثلا دابا كاين اللي عنده فرماجه قدام الكوان تيقول لي لا انا عندي غير صغيره غير قدام الكوان هذيك اللي قدام الكوان راه الطرف ديالها راه تيمشي هذا راه تنقطع كله كيضيع يعني كيبقى فين فين كيتحط الكوسه والكوان تبارك الله عليك. بالنسبه لهذه الثمن ديالها قلنا كتحسب بمتر ونص ديال مثلا على حساب كان الصالون ب 500 و
99 درهم اها تطلع تقريبا بشي 900 درهم تقريبا. وعلى حساب ثاني اش من بونج واش خدمات بالاش اير واش خدمات ب هذه آه كنهضروا دابا مثلا على 33 على 33 بالتوبيك فوالا. ولو كان ديال الاش اير تقريبا كاين شي فرق بيناتهم. المهم دائما على حساب الثمن ديال البونج اللي اختارت تبارك الله عليك. البونج ب 600 درهم راه غتضربها في 100 رونز تبارك الله عليك. المهم هادو راه اسئله كنلقاوهم هكا في الفيديوهات كنحاولوا في كل فيديو فين ما كتاح ليا الفرصه كنسولهم يعني اي على حساب العبار اللي عندك انت في الدار تبارك الله عليك. المهم اي معلومه مثلا ما ذكرناش في لا فيديو راه كنحط لكم الارقام تواصلوا مع السي مصطفى غادي يفهمكم اكثر. وغادي الاشاره راه كيديبلاصا يعني الناس ديال مدينه الدار البيضاء فين ما كنتي كيديبلاصا عندك كيف ما سبق وذكرت كيف ما قلت لكم مره بغات تصاوب الصالون ومن مورا الصالون نصحها بالثوب اللي دير في الفوتوي يعني دابا خدا ليها العبار ديال الصالون وبغات دير الفوتوي ما بغاتش شي حاجه اللي تزرف فيها حيت ما كنعرفوش صراحه الطابيسي ماشي كلشي ماشي كلشي مزيان ماشي كلشي معقول. فهي ماما يعني اقترح لها انها تاخذ البونج وهي اختارت قلت لي الاش اير اللي هو اللي رطب ياك فوالا وهي غادي تدي الطابيسي ديالها ولا يخدموا لها تبارك الله عليك. المهم انا كنقول لكم هكا باش الناس مثلا باش ما تزرفوش هذا الشيء اللي كاين. من الفرماجه نمشيو دابا الجديد ديال بونج الابطال. كنا ديما في الفيديوهات كنوريوهم لي ماتلا وكنت كنقول لكم دائما راه غيكون واحد الجديد كندير لكم واحد النبذه اللي هو البونج معطر بارفيمي ياك اليوم ان شاء الله غنشوفوا فيه الماتلا ياك السي مصطفى يا هادي ماتلا اش ار سي تبارك الله عليك. هانتوما راه كتبان لكم غنوريكم ها هي كتجي كيف ما كيبان لكم بارفيمي يعني معطره فيها رويحه زوينه تبارك يعني الله عليك. رطبه هذه يعني فيها شي حاجه مريحه اوت كام ثاني تبارك الله عليك. هذه اشنو هما العبارات اللي فيها؟ جميع العبارات كلشي العبارات بلاصه مترو نص حتى اللي بغى مثلا جوج مترو بغاتها جوج مترو على جوج مترو نخدمو تبارك الله عليك. اشنو هي المزايا ديالها من غير البارفان من غير الريحه قلتي لي لو كونفور حتى هي فيها نفس المزايا ديال انها ميديكال ميديكال نفس المزايا ديال الماطلا اش اير 35 هي زايده عليها عاوتاني في لا كاليتي ثاني الجوده ثاني طالعه بزاف والحجم عاوتاني في العلو فوالا حتى هي بالكاش ديالها بكلشي واخا نقدروا نجبدوا هذه نيت غنشوفوها ها هي واو شوفوا الديزاين هي دابا شحال العبار ديالها هذه مترو 40 ولا مترو 90 هذه مترو 40 على مترو 90 ولا 60 مترو 40 على مترو 90 شوفوا كيفاش كتجي دايره ديزاين ديالها صراحه انيق جدا كيف ما قال لكم السي مصطفى حتى هي فيها نفس المميزات يعني فيها الكاش ديالها فيها ملي كتنفس حتى هي لا بوند فوالا بالنسبه لهذا حتى هو مطروز ياك كيكون مطروز بحال هكا شوفوا معايا كتجي بحال لا كوفخي فوالا 100% قلتي لي هذه 100% 100% لاموس لاموس فوالا تبارك الله عليك هذه بلاموس كيف ما كيبان لكم شفتوا. وبالنسبه للضمانه كنعرفوا بونج الابطال مالين البونج تبارك الله سخين في القضيه ديال الضمانه شحال فيها هذه ديال لا كارونتي الضمانه اختي هذه 12 سنه تبارك الله فيها 12 سنه ديال لا كارونتي جميع العبارات جميع العبارات. وبالنسبه للاثمنه تقريبا الاثمنه ديالهم كيتراوحوا هذا الجديد جديد هذا مازال ما سعرناش يعني يلا تحط يلا تحط واش كاين تف البونج في البونج ديال الصالون يعني مثلا انا بغيت مثلا نستافد من هذا البونج المعطر ممكن انني ناخذه في الصالون ممكن نستعمله في سيجور ممكن نستعمله في بيت الناس ماطلا ديال بيت الناس وان شاء الله الاثمنه تواصلوا مع السي مصطفى كيف ما قال لكم باقي ما كايناش تسعيره محدده وعلاش لا ممكن من بعد حتى يدخل معنا في البرومو ياك ممكن ان شاء الله الفيديوهات الجايه حنا ان شاء الله تعالى باش تشوفوا الجديد شنو كاين فوالا ومن بعد ان شاء الله راه نديروا لهم بروموسيون نديروا تبارك الله عليك. اللي مهتم راه غادي يتواصل مع السي مصطفى ان شاء الله راه ما يكون غير خاطركم ودائما تبارك الله عليك. ما تنساوش البرومو اللي غتكون دائما ديال التوصيل المجاني فين ما كنتو في كازا في جميع مدن المغرب بغيتي صالون يوصلك فابور يعني ما كتخلصيش لا ليفريزون راه كاينه ليفريزون اللي كتوصل حتى 500 600 1000 درهم كل كتهني منها بغيتي بيت النعاس حتى هو اولا الماطله ديال بيت النعاس هي كتوصلك فابور ما كتخلصيش الثمن ديال لا ليفريزون. اختمونا قبل ما نبداو في برومو رمضان بغيت نوريك غير اش ار 60 بحال الايشونتيون هذه هذه راه الصالون ديالو واخا مازال ما سعرناش راه مازال ما دخلش سميتو فوالا بغينا غير نديرو عرفتي كيبان انيق عرفتي كيفاش مخدوم مازال ما زلنا شي حتى الالوان ديالو هذا راه كاين دابا حاليا موجود غير في البيض والبيض هو احسن لون صراحه احسن لون يعني تبارك الله عليك يعني صالون راه شي حاجه. المهم هذا غير ك بغينا غير نوريوه لكم ها انتوما شي حاجه عندي راه صالون وغير اشاره فيه الريحه فيه الريحه فيه واحد الريحه غزاله. هما اللي اول مره كتشوفوا الصالون معطر كنت وعدتكم في شحال من فيديو غنوريه لكم
المهم ها هو البنات راه كاين في الماطله وكاين في البونج ديال الصالون. دابا غنجيو للبرومو ديال رمضان اللي مره اخرى غتسالي لو 23 فيفري 23 فبراير غتسالي هاد لا برومو. كاينه في البونج وكاينه في الماطله. كاينه في البونج وكاينه في الماطله. فوالا نبداو بالبونج ونشرحوا حتى الناس الجداد اللي اول مره كيتعرفوا على بونج الابيض. نبداو باش بالاشعار. نبداو بالباستا طونطون. الباستا هي هذه فوالا احنا جبنا دابا البونجا باش تشوفوها. كنهضروا على 33 باستا بالثوب الكوفري كيف ما كيبان لكم هانتوما بالنسبه للناس باش ما تزرفوش فوالا ولا سورتو الناس الجداد كيف ما كيبان لكم خمسه ديال خمسه الابطال. ابطال واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه فوالا بالسخون هذه مكرافيه بالسخون. لابياس حتى هي مكرافيه بالسخون. ها هي باش ما يكونش سميتو. بارك الله عليك. راه ديجا كاين مقلدين رونالدو داروا تما كنركز على الابطال يعني راه العلامات ها هما خمسه فوالا دابا راه باينين مزيان اصلي الاصلي شتو راه مكتوبه وفيها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه فوالا ولابيس حتى هي مطبوعه ولابيس حتى هي كتكون مطبوعه من هنايا فوالا التيكيت ثلاثه فوالا هذه بالسته فوالا ماشي صباغه ماشي تبارك الله عليك ردوا البال هذه القضيه ضمانه ضمانه 35 سنه فوالا 33 ابيس خمسة اللوغوات دائما كود فار ها هو ديال اللي بغى يسكاني ويعرف المعلومات ديال الشركه تبارك الله عليك كيطلعوا لي جميع المعلومات اللي كيديرها غير في التليفون كيطلعوا لي جميع المعلومات بالنسبه لهذا الصالون 33 باستا باستا بتشوف كوفري بتشوف كوفري اشنو المميزات ديالو كيكون اروندي من هنا اروندي من هنايا كاري من هنا وكاري من هنا من جهه الحيط شفتوا على حسب التفريشه باش كتجي جي زوينه مقاده تبارك الله عليك التفريشه كيفاش كيكون فوالا هو كيفاش كيجي مغلف وبيان سور السيده راه كتختار اللون اللي بغات اللون اللي بغات راه تبارك الله عندهم لا باليت ديال اللوينات ها نتوما ها هما اللوينات كيمبهجين تبارك شوف يعني اللي بغات البيج البلون كاسي المارون الكري المارون كانيل اللي بغات النوار اللي بغات البوردو واللي بغات لو فيغ شوف شحال من لون فوالا شوفوا كيفاش كيجي داير هذا الصالون كنخدموه بالسلسله تماما هذا اللي كيبغي صبان ولا كيبغي ها انتم شوفوا هي باستا كيف ما كتبان لكم 33 ا بي اس كلشي كيجي مطروز تكون مطبوعه في هذا تبارك الله عليك اللوغو ديال الابطال ها هي فوالا حنا كنعاودوا نركزوا على هذا الشيء غير باش ما تغشوش يا التذكير ها انتم تبارك الله عليك شفتوا يعني هذه السيدات اللي كيبغوا يصبنوها يعني اللي عندهم شفتوا مثلا السيدات هكا اللي كيبغي مثلا كتكون مثلا طاشات ليها ولا شي حاجه فوالا فكتحيدها انتم السلسله فيها وخا دورها ليا خويا مصطفى من تما ها انتم شوفوا السلسله من هنا فوالا ها نتوما غتجيكم بحال هكا ها نتوما من هنا حتى لهنا كلها دايره حتى تما يعني السيده كتحيدها تبارك الله عليك ومنها كتشوفي اشنو كاين لداخل يعني ما كيغلفوش ليك بشي حاجه اللي فوالا اللي كتكاموفلي كيف ما كنقولوا كتشوفي البونج ديالك اللي خديتي تبارك الله عليك وفيه اللوينات بالنسبه للثمن ديالو في لابرومو ديال رمضان شحال غادي يبقى ثمن اختي منى هذا كان كيدير 600 درهم 600 درهم للمترو بالنسبه ل 70 على 30 70 على 30 كنروح على الستوندار ستوندار 70 على 30 عندك 70 28 راه كيتنقص لك الثمن عندك 60 كيتنقص عندك 65 يعني البرومو كاينه في جميع العبارات من 20 حتى ل 50 فوالا غير حنا كنركزوا على الستوندار صعيب نقولوا الثمن ديال كل واحد الصالون المغربي 90% كاينه 70 على 30 تبارك الله عليك كتبقى هذا كيدير 600 درهم فوالا نخليوه ب 570 درهم 570 كتنقص عليكم تبارك الله عليك المتر كيغولي ب 570 درهم المتر زائد كيف ما قال لكم لا برومو ديال التوصيل المجاني في كازا وفي جميع مدن المغرب هذه كنركز عليها تبارك الله عليك اسي مصطفى وبالنسبه للوينه شفتي منى راه فين هانسير كاين واش هما دوك اللي شفنا هما هادو نعاود نوريو لكم هادو كاين زيد شويه النوار هذا الخزي هذا الفيغ اها الكرونا اها البلومارين البلومارين ما كانش تم عندك الحق البلومارين كاين هذا الكرونا بلون هذا اها كاين هذا الكري بلون اها كاين الموطال اها كاين هذا البيج تبارك الله عليك وعاد مازال كاين الوينات مرة أخرى الثمن غادي يبقى لكم بمناسبة شهر رمضان ب 570 درهم المتر في العوض ديال 600 درهم إن شاء الله فوالا غاتسالي لا برومو في لو 23 لو 23 فيفريي 2024 غادي تسالي لا برومو فسريعوا الناس اللي بغاو ياخذوا هكا بونج للصالون ديالهم كيوجدوا دابا لرمضان اولا دي سيجور اولا كيف ما سبق وذكرت بغيتوا تاخذوا من عنده البونج وتمشيو تخدموا لي فوتوي دابا راه عندكم لو شوا اولا الناس اللي بغاو لي ماطلا ياك حتى اللي بغاو لي ماطلا تبارك الله عليك هذا الصالون الاول الصالون الثاني معنا واللي حتى هو فيه لا برومو هو صالون 33 بالتوب بيكي توب بيكي كيجي هذا قلتي لي القاسح هذا القاسح هذا هو اللي ورينا اش قلتي هذا مالو هذا
الاول اللي ورينا هذا رطب فوالا ما بين وبين ما بين قاصح مرطب اه هذا هو اللي اختاروا داركم بغاو شي حاجه قاصحه اه في الصالون هما آه في الصالون بغاو شي حاجه اللي تكون قاصحه يعني دائما طرون طروا مطروزه في الثوب تبارك الله عليك انا نحاول نقرب لكم شوف طرون طروا كتجي مطروزه في الثوب الابطال كيف ما كيبان لكم طرون طروا ابطال فوالا هذا عنده 10 سنين ديال الكارونت ياك 10 سنين ديال الضمانه ديال الثوب فوالا ديال الثوب هذه والبونج البونج 35 سنه 35 سنه بحالو بحال الاول كما كتشوفي معايا اختي منى ها انت طروات ديال الباندا طروات ديال الشكيت هو الصالون اها مهمه هاد القضيه تكون ديك لا بوند جهه كاريه اها سيفريتيكا ديال الثوب 10 سنين لا سيرتيفيكا اها ها انتوما شوفوا هنا الضمانه ديال البونج 35 سنة يعني عندكم ضمانة على البونج وضمانة على الثوب هذا اللي كيبغي شي حاجة قلت لك شتي إلا لاحظتوا ما فيهش هذاك لابياس اللي كاين في هذا شتو الثوب ديالو كيكون ماتلاسي فوالا هذا لا هذا الثوب ديالو راه شتو معايا كيكون ثوب عادي هذا الثوب ديالو تيكون ماتلاسي بحال تيزيدو تا هو شوية في الرطوبية فوالا تبارك الله عليك ولكن هذا كيبقى على العموم قاس هذا اللي تيولي اختاروا الدار على حسب الصالون تبارك الله عليك كيما شتي معايا اختي منى راه الطبعه ديالو راه كتكون هنايا اه هي خصنا يكون باين لكم تبارك الله عليك هادشي بالنسبه حتى هو في جميع العبارات حتى هو جميع العبارات حتى هو اي عباره بغيتي راه فيه لا برومو اه فيه لا برومو زائد التوصيل راه بالمجان تبارك الله عليك بالنسبه للثمن ديالو بشحال كان وبشحال غياخذوا في هاد لا برومو هذا 70 على 30 كانت ب 660 درهم دابا في البروموسيون 599 درهم 599 درهم غتبقى لكم في هاد لا برومو 70 على 30 الا عندك قل من 70 على 30 راه كينقص الثمن عندك اكثر عندك 75 راه كيتزاد تبارك الله عليك فوالا وتا بالنسبه للناس اللي كيبغوا مثلا داك العبار العالي اللي بلا عود حتى هو كاين عندكم متوفر وتا هو فيه لا برومو تا هو فيه لا برومو زائد التوصيل بالمجان تبارك الله على سي مصطفى اللوينات اختي منى راه كاينه اللوينات واو تبارك الله شحال من لون ها انتم شوفوا اللوينات اللي كاين في هاد لو سالون هذا شنو ها انتم كاين هاد لو جون موطارد وين اللي بغى شي حاجه راه غير يتصل راه نصيفطوا ليه الالوان راه كاين عندنا الكتالوج ديال الالوان راه نصيفطوا ليه في الواتساب البوردو البوردو راه فيه جوج ديال الدرجات لي بيج حتى هما فيهم شي ثلاثه ديال الدرجات هذا البلون غري اها كاين شي حاجه مكتوبه ها وكاين هذا خزي هكا فوالا ولا كتلاحظوا انتم راه ماتلاسي اه ماتلاسي كيجي ماتلاسي غير باش تعرفوا الفرق بالنسبه للسيدات اللي كيسولينا شنو هو الفرق ما بين كل صالون كل صالون والمميزات ديالو بالنسبه لهاد الناس ديال مراكش راه كيموتوا عليه كيحمم البهج 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 وكاين هاد الدور واحد فوالا تبارك الله عليك يعني الالوان كاين شي حاجه راه نرسلوا ليه تبارك الله عليك يعني اي حاجه بغيتوها راه كاين الرقم ديال سي مصطفى بالنسبه للناس راه ديما كنخليه ليكم اليوم راه صورته لكم كاع في يعني في الاول ديال ديال الفيديو كلف بالناس خارج كازا راه كاين يعني راه غندير حط جوج نوامر فوالا واللي بغى شي حاجه راه حيت هذه برومو فالابل في المغرب كامل يعني بونج الابطال عندهم فروع او نقط بيع في جميع مدن المغرب بحال دابا انا كنصور لكم دائما مع سي مصطفى لانه هو اللي قريب ليا هو اللي كنتعامل معاه ودابا ولا كيتعاملوا معاه حتى العائله تبارك الله ما شاء الله كتولي في واحد المحل كتبغي هو تبقى يتعاملي معاه تبارك الله عليك من الصالون الثاني دابا غندوزو للصالون الثالث معنا اللي هو شنو صالون اش اير فرونسي صالون اش اير 35 35 شنو هما المميزات ديالو قبل ما نشوفوا باش هاد العلامات شنو هما المميزات ديالو قلنا هذا كيجي رطب بينو بين قاصح بالثوب كوفري كيتصبن فوالا هذا كيجي قاصح هذا كيجي قاصح فوالا من الشركه فوالا كيجي الثوب ديالو ماتلاسي هذا هذا رطب هذا هذا هو الرطب فيهم هذا هو الرطب فيهم فوالا شوف معايا اختي منى هذا هذا قلتي لي هو اللي اقترحتي على الدار يديرو قلتي لي هذا هو اللي غادي يديرو لي فوتي في لي فوتي لي فوتي الا بغيتو لي فوتي يكونوا رطيبين وحتى الا جا عندكم شي واحد وبغى ينعس فوق منهم تيكون مريح شوفوا معايا كيفاش كيجي داير من هنا تيكيت ساتر كود فار ها هو ضمانه هذا راه 40 سنه فوالا هذا بوحدو فيه 40 سنه تبارك الله زائد 33 وزائد هاد لاكوش ديال الاش اير وهاد لاكوش زاد فيه الضمان تبارك الله عليك زائد تيكيت ساتر زائد خمسة الابطال ها هي غنوريها لكم كتجي يعني مكرافيه بالسخون ماشي مرسومه ولا نتمنى بلاتي يكون باين لكم انا غادي نقرب باش يبان لكم شفتوا كيفاش كتجي دايره كتجي مكرافيه بالسخون تبارك الله عليك كيما انت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة زائد خمسة الابطال فوالا تبارك الله عليك بالنسبة حتى هو في جميع العبارات بيان سور حتى هو من 20 اها دابا اختي منى هذا هو البونج انا غادي نجبد لك الصالون ديالو صالون اش اير توبيكي فوالا اه باش نشوفوه مغلف حيت حنا كنوريكم دابا الصالون
هكا بونج وكنوريه لكم اللي كيتغلف بالثوب. كما كتشوف اختي منى هذا هو صالون اش اير 35، حتى هو جهه اروندي كيجي زوين في التفريشه 35. ها انتوما مطروزه في الثوب تبارك الله عليك، زائد ضمانه 10 سنين في الثوب فوالا، والبونج شحال فيه قلنا 40 عام هذا 40 سنه، زائد لابون فروادي باش كيتهوى الصالون. ها هو هي هذه شفتو، زائد السلسله باش كتشوف هذه السلسله ما كتحلش كامله باش تصبن، لا حيت هذا الثوب فوالا حيت هذا الثوب ما طلاسي، هذه غير باش تشوفي الداخل ديال الصالون ديالك كيفاش داير، يعني واش فيه جميع المواصفات. هذاك الشيء اللي كنقولوا واش كاين ولا ما كاين، حيت كاين ناس كاين اللي كيسد لك على الصالون ما كتعرفش شنو عنده. تماما ضمانه 40 سنه شيخ سيمونو. كل شيء كيكون هنايا جميع المعلومات طبعا ديال البونش تم القضبة كل شيء كاين. كل شيء كاين تبارك الله، جميع المعلومات عندك هنا فوالا. و10 سنين ديال الثوب راه وكيجي على هذا الشكل، كيجي اروندي ومن هذا الجهه كتجي كاريه تبارك الله عليك شكل، وفي تو راه فيه الوان، راه فيه تويات 16 لون. وها هما اللوينات شوفوا معايا الوان اختي منى، انت راه كاين هذا النوار، كاين العسلي هذا، المارو الكري، مارو بحال لونت القرفه، المارو بحال لونت العسل كيف ما قال لكم لو كري. عندنا هذا البيج طوب، كاين هذا الغوز، كاين الفيغ ميليتير، الاخضر ميليتير، الزرق وكاين هاد الباج، راه هو اللي غادي يتشاط شتو، وراه كيبان لكم ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي، تيجي ماطلاسي يعني بحال هاد لي صالون عندنا جوج ماطلاسي وعندنا واحد ثوب عادي. غير وريهم هذاك ديال الثوب ديالو، ديك لي زيشونتيون فينا هما صغيورين، ها هما انا غنوريهم لكم شوفوا غير باش تعرفوا. شوفوا هذا غير الثوب، غير هذا الثوب بوحدو، هذا الثوب خاوي ما فيش بيكاج فوالا، وهذا كيبان لكم هكا ماطلاسي شتو تبارك الله عليك. دابا غادي نجيو للثمن شحال غادي يبقى لو متر. بالنسبه اختي منى الثمن ديال هذا راه كان ب 720 بالنسبه ل 70 على 30، ودابا كنهضروا على البونج الاش اير 35 بيكي فوالا. قلتي كان ب 700، كان ب 720 720 للمتر، دابا غيبقى ب 679 درهم للمتر، 679 درهم للمتر، ولكن لا برومو فالابل حتى 23 فبراير 2024. انا كتبها لكم الفوق حتى كيفوت الوقت على شهر شهرين ثلاث شهور، كيشوفوا الناس لا فيديو كيصحابوا يلا تحطات يصحابوا يلا جديد. هما تبارك الله بونج الابطال باش كيعجبوني صراحه، ما كيفلتوش شي مناسبه الا وكيديروا فيها بروم، يعني حتى الا ما استفدتيش دابا تسني البرومو الجاي ان شاء الله. دابا ملي تيدوز البروموسيون كاين اللي كيكون ما شافش الفيديو تماما، وتنساعدوا مع الناس وتنبقاو نوصلوا لهم كراتوي وهذا. المهم يعني غير ردوا البال لهذ القضيه باش ما نحشموش السي مصطفى، الترونسبور كنخلوه لهم يعني كيستافدوا منه، تيبقى دائم هذاك بالمجان فوالا. ولكن الثمن ديال البونج كيرجع للثمن الاصلي ديالو، يعني ان شاء الله حاولوا تستافدوا في هذ لابيغود اللي كتكون فيها البرومو، حيت من بعد كيرجع للثمن الاصلي ديالو، ومره اخرى اللي ما استافدتش تسنى البرومو الجايه، راه دائما كيديروا هما لي برومو. ودابا غادي نجيو لي ماطلا كيف ما سبق وذكرت، حتى هما غيدخلوا معنا في البرومو ديال رمضان، غيكون معنا ان شاء الله جميع العبارات ياك. جميع العبارات فوالا، حنا غنديروا لكم هنا ديمونستراسيون ديال اون بلاس. عندنا جوج ديال لي ماطلا، عندنا 33 وعندنا اشير 35 فوالا. اشنو هو الفرق بيناتهم؟ هذه كتجي شويه قاصحه شويه في البلسان، فوالا هما راه بجوجهم ميديكال، بجوجهم ميديكال، غير كاين مثلا الطبيب مثلا كاين اللي تيقول ليه خذ القاصحه، خذ القاصحه، وكاين على حسب الحاله ديالو، اولا هو بلا طبيب كيفضل الرطبه. دابا هذه قاسحه، قاسحه فوالا، شنو سميتها قلتي لي؟ هذه 33، هذه 33 ماطلا 33، ماطلا 33 اها. المميزات اللي فيها اختي منى هو هذه 33 بلا بي اس، اها فيها لا بي اس، 10 سنين ديال الضمانه، 10 سنين ديال الضمانه، 33 دي باش كتهوى، 10 سنين ديال الضمانه، زائد راه لاموس، راه ماشي روسو، لاموس لاموس تبارك الله عليك. شوف شوف تبارك الله، ها انتم يعني ما طلعوها وديها معاك سافر بها تبارك الله عليك. كون كانت اخرى كنت هرسات، ها انتم كترجع كيف ما كانت، فيها الكاش ديالها، الكاش ديالها بالسلسله فوالا، الا توسخ ولا شي حاجه كتصبنيه وترديه ليها. وهاد المميزات كاينه في دو بلاص، يعني واخا يكون عندك الدراري كيلعبوا فوق ما ماشي بحال الماطله غاديها شهر شهرين تهرس من هنايا وطيح، يعني هذه ماطله لامور، هي قاسحه، لا هذه قاسحه، هذه قاسحه فوالا، هذه كتكون واضحه ماشي كسوحيه كاع، غير كتكون على حساب الظهر وصافي اللي كيضرب. تبارك الله عليك. وكيف شي حاجه عاوتاني زايده في الرطوبه راه كياخذها. فوالا راه نفس المميزات كيف ما سبق وذكرت، فيها الابطال كتبان لكم هنايا مطروزه فيها. فوالا ها هي الابطال 33 كيف ما كيبان لكم بخومي شوا. قلنا فيها 10 سنين ديال لاكارونتي. بالنسبه للثمن غادي نقولوا ديال بلاصه وديال جوج بلايص.
نقولوا ديال البلاصه فوالا بالنسبه ديال البلاصه شحال تبقى البلاصه اختي في البروموسيون دابا كتطلب 1600 درهم 1600 درهم 1600 تبارك الله هذيك مره اخرى كتاخذوا لاموس وبالنسبه للدو بلاص جوج بلايص كتبقى ب 2090 درهم 2090 درهم تبارك الله عليك بغيتوما قل بغيتوما اكثر كتواصلوا معاهم وتا هما فيهم لا برومو دائما التوصيل بالمجان تبارك الله عليك هذه بالنسبه للماطله الاولى قلنا اللي كيبغي شي حاجه شويه قاصحه ودائما ميديكال دابا غادي ندوزو الشكل الثاني اللي هو اش ار 35 فوالا هذه اللي كيبغي شي حاجه رطيبه شويه دائما نفس الشكل ابطال اها هذه اش ار اش ار ها هي اها كتشوفي حتى هي فيها 10 سنين حتى هي فيها 10 سنين ديال لا غارونتي فوالا ها هي كيف كتشوفي معايا اختي اها زائد لابون الطروه دي باش كتهوى حتى هي باش كتهوى فوالا والالوان راه جميع الالوان والكاش ديالها حتى هي فيها الكاش ياك الكاش طيب السلسله تبارك الله عليك وهذه زينه في الرطوبيه ها انتم على حساب كل شخص وشنو كيفضل حتى هي لاموس حتى هي لاموس هذه رطبه تبارك الله زيده في الرطوبيه وحتى هي نفس الشكل حتى هي لاموس بالنسبه تبارك الله على سي مصطفى هانتوما شوف شوف الصح والعمل ما شاء الله وبالنسبه للاثمنه راه كاين برومو في ديال بلاصه وكاين برومو كيف ما سبق ذكرت في دو بلاص جميع العبارات فيها فوالا غير حنا كنقولوا بلاصه وجوج بلايص اختصار الوقت كاين اللي كيبغي 2 متر على 160 كاين اللي كيبغي 160 على 190 فوالا كاين اللي كيبغي جوج على 180 تماما المهم حنا كنهضروا على الستوندار هو هذا كاين ديال 90 على 190 اها وكاين ديال 140 على 190 تبارك الله المهم نهضروا على اون بلاص دابا في هاد الاش ار 35 شحال الثمن ديالها بلاصه 35 هذه كتبقى ب 1890 درهم 1890 درهم وبالنسبه لجوج بلايص كتبقى ب 2390 2390 درهم برومو فالابل حتى 23 فبراير 2024 التاريخ دائما غنحطوا لكم ديال البرومو غتلقاوه على الشاشه الناس اللي غادي يجيو من مورا داك التاريخ ما غيلقاوش هاد الاثمنه حاولوا تستافدوا من هاد البرومو ولكن التوصيل مجاني هذا كادو كادو غادي يبقى ديما عند سي مصطفى تبارك الله عليك وفي ختام لا فيديو ضروري نتوما عارفين منى ولي زاستوس هنايا سي مصطفى دار لكم واحد العبار تقريبي سورتو الناس اللي مثلا كيكون عندهم صالون نقدروا نقولوا ستوندار ولا ديال السكن الاقتصادي مثلا تقريبا الماكسيموم كتكون 10 متر 10 متر نقولوا صالون 10 متر رسمت لك في الشيم هنايا مثلا حطيت هنا جوج ونص جوج ونص جوج متر جوج فرماجات اللي كتكون فيهم متر ونص هنا ومتر ونص هي ثلاثه فوالا وخدمتي لهم بالصالون ديال باستا ديال باستا اللي شحال الثمن المتر دابا في البرومو 570 درهم 570 درهم فوالا ها هي 570 وغير الاشاره كاين بعض السيدات كيصحابوا ان من هذا الثمن فيه غير البونج بلا توب بالتوب بالتوب كل شيء يعني صالون و 10 متر ديال البونج 33 ديال الابطال بالفرماجات ديالو بكل شيء ماكسيمو 10 متر كتطلع ب 5700 درهم في هذا البرومو هذا وزائد التوصيل بالمجان تبارك الله على سي مصطفى المهم ضروري قلت ندير لكم واحد الثمن تقريبي باش تعرفوا وكتاخذوا احسن نوع ديال البونج تبارك الله عليك بيان سور ملي كتبدلوا لو صالون خديتوا مثلا الاش ار كيتبدل الثمن كيتبدل الثمن خديتوا ثاني 33 توبيكي القاصح حتى هو كيتزاد الثمن فوالا تبارك الله على حسب كل حاجه والثمن ديالها ولكن كلهم كيبقاو على العموم اثمنه كلهم جوده مزيانه كلهم جوده مزيانه واثمنه مزيان وهنا غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا كان فيديو ممتع ومفيد من عند سي مصطفى من الفرع ديال اناسي البونج الابطال كنبغي نشكرك بزاف 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 شكرا على الشروحات الوقت اللي كتعطينا اي سؤال ما شاء الله ما كتبخلش عليا كتشرحوا لي دو ا زد ضروري خاصك تشرح للناس كاين اللي ما عارفش هادشي اللي كيدخل عندك كيما ما عارفش في البونج ما يعرفش كيفاش يحسب ما يعرفش بشحال غيتقام عليه ما يعرفش شنو ياخذ شنو الفرق ما بين هذا الصالون وهذا الصالون تبارك الله عليك شكرا لك سي مصطفى تبارك الله عليك ان شاء الله راه غنحط لكم على الشاشه جوج ديال الارقام كاين الرقم ديال سي مصطفى يا مرحبا وكاين السيد اللي مكلف بالمدن الاخرى المدن الاخرى تبارك الله عليك توصيل جميع المدن ودائما كراتو تبارك الله عليك شكرا لك بزاف بزاف مره اخرى نذكروا لا برومو غادي تسالي في 23 فبراير 2024 اغتنموا الفرصه ما شاء الله عندنا دي برومو غزالين غزالين بزاف وسي مصطفى بمناسبه الزياده دار لكم برومو ديالو ثاني في اللي بغات الماطله بور بيبي كلها غتقام عليك غير ب 230 درهم تبارك الله عليك سي مصطفى شكرا لك بزاف بزاف تبارك الله عليك تبارك الله عليك وكنشكركم حتى انتم متابعي القناه كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم تكونوا استفدتوا منها الناس اللي كانوا كيتسناو لا برومو البونج الابطال مالي البونج باش انهم ياخذوا صالون او لا ماطله ما تفلتوش هذه الفرصه الارقام كامله غتبان لكم على الشاشه الناس ديال المحل خليتو لكم في الاول ديال لا فيديو شكرا لكم على حسن المتابعه مبروك عواشركم غنقول لكم بسلامه نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.